طيب المعلومة التانية المتعلقة بطواقم الحكام المصرية، كان دايما بنتكلم على حكام الدوري المصري، مين الحكم المصنف رقم واحد ومين الحكم اللي ليه تاريخ كبير سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي. في نقطة غايبة عن ناس كتيرة، ويمكن ده التوقيت المناسب اللي هتكلم فيه. ليه؟ لأن الحكام اللي تم اختيارهم لإدارة بطولة السوبر للأندية الأبطال طبقا للتصنيف هم أفضل حكام على المستوى القاري، أفضل حكام على المستوى الإفريقي بالفعل. يعني لجنة الحكام لو هشيد بيها في الجزئية دي هي اختارت الأربعة المصنفين في النخبة في الإليت إيه، بتتكلم عن أمين عمر، محمد معروف، محمد عادل، محمود البنا. وأنا الترتيب ده بقوله بناء على التصنيف، مش بقول ترتيب بناء على الأسماء اللي بتذكرها في التوقيت اللي بتكلم معاكم، لا ده التصنيف، لأن أنا قدرت وحاولت أوصل لتصنيف حكامنا في النخبة الإفريقية. كل واحد ترتيبه كام؟ تصنيفه كام؟ من ضمن لستة فيها 34 حكم. قدامكم على الشاشة ده تصنيف الحكام المصريين في الكاف. الكلام ده بيتعرض لأول مرة. لأول مرة عشان كل واحد يعرف حكامنا ترتيبهم كام وتصنيفهم إيه في الإليت إيه في الكاف. أمين عمر يأتي في التصنيف الخامس من أصل 34 حكم ساحة. التصنيف الخامس. يليه محمد معروف مصنف رقم 21 على مستوى إفريقيا. يليه الكابتن محمد عادل مصنف رقم 22 على مستوى إفريقيا، وفي تصنيف الكاف بيديله ماتشات حكم ساحة وحكم فار. وكانت المفاجأة إن الكابتن محمود البنا تصنيفه في إفريقيا رقم 31 من أصل 34 حكم. يعني لو بنتكلم في آخر أربع أسماء، كابتن محمود البنا 31، صادق السلمي 32، الحكم الكونغولي جيسي ميسي رقم 33، والحكم الموريشيوس باتريك ميلازار رقم 34. يعني آخر أربعة على فكرة أكتر اتنين معروفين فيهم محمود البنا وصادق السلمي. ده تصنيف الحكام المصريين اللي هيديروا مباريات السوبر بدءا من بكرة في الكاف. محمود البنا رقم 31 وأمين عمر رقم 5. على فكرة أمين عمر رقم 5 لأنه كمان داخل ضمن حكام البروفيشنال. القايمة دي 34 حكم من 1 ل 20، دول أعلى حكام تصنيفا، ودول حكام البروفيشنال مع حكام الإليت إيه النخبة الأولى. يلي بقى الأسماء اللي أنا قلتها، محمد معروف، محمد عادل، محمود البنا. عشان كده لو تاخدوا بالكم في التصنيف ده محمود البنا ليه مش حكم ساحة في كأس الأمم؟ لأن تصنيفه متراجع ضمن حكام الساحة. طب تعالوا بقى على حكام المساعدين. الحكام المساعدين احنا عندنا في مصر في 7 حكام قائمة دولية في المساعدين، 7 حكام. انت بتتكلم مثلا في ابو الرجال واحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح واحمد توفيق طلب وسامي هلهل وسمير جمال ويوسف البساطي، دول 7 حكام دوليين. تخيل 2 منهم بس، 2 بس المصنفين في النخبه ايه، 2 بس من السبعه. بالترتيب كده احمد حسام طه رقم 3، محمود ابو الرجال رقم 4. من اصل كام حكم مساعد؟ 35 حكم مساعد. ده ترتيب وتصنيف حكامنا في الاتحاد الافريقي، وهذا التصنيف بيتم الاعتماد عليه في اختيارات الاتحاد الدولي في البطولات الدوليه. اعتقد ارقام قد تكون صادمه للبعض، ولكن دي الارقام الرسميه اللي قدرت احصل عليها بقائمه الكاف المتعلقه بالاليت ايه او النخبه مع قائمه البروفيشنال.